في هذا الجزء ضيفنا هو فنان راقي وراح يحكينا اليوم رحلة مهمة جدا من الشاب يزيد لعمو يزيد. وتخليت على المنصب تاعي وجيت للفن، عمره ما ديرونجاني هذاك، يعني هذوك الصور تاع هلال رمضان والله كنت أبالك نتقاسمهم انا وصحابي نضحكوا. جمهوري اللي ساندني طيلة 20 سنة تاع الشاب يزيد اللي عطالي هذيك المصداقية وعطالي هذيك الصورة، هذيك الصورة خدمت عمو يزيد. ولكن يزيد عمره ما خلص، لأنه كل الحفلات ماشي كانت مجانية، كنت أنا ننظمها. الكتاب هذا شحال السعر تاعه في الأسواق؟ باطل باطل ثاني. جاوك تهديدات في هذيك الفترة كنت خدم، جاوك تهديدات هكذا من الجماعات الإرهابية؟